الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يوجد رجل مديون وأدخل السجن، يقول وقد توقفت خدماته لها قرابة السنة، يقول فقمت أجمع له وأسدد عنه المبلغ الباقي بحيث أنه متى ما أتاني تبرعات من أحد أأخذها أنا لأني بحاجة لها، فهل ذلك جائز؟ الحمد لله، لا يجوز لك ذلك إلا إذا أخبرت المتبرع بأنك سوف تقتني هذا المبلغ أو سوف تأخذه لحسابك أنت، فإن المتبرع إنما تبرع لجهات أخرى وإنما جعلك وكيلا في أداء هذا المبلغ لتلك الجهة، سواء عين المتبرع الجهة أو لم يعينها، فلا يجوز للوكيل في توزيع الصدقات أو التبرعات أن يختص بشيء من هذه الصدقات لنفسه حتى وإن كان محتاجا، أو يختص بشيء من هذه التبرعات لنفسه إلا إذا أخبر من تبرع، وذلك من باب سد ذريعة التلاعب بتبرعات الناس وصدقاتهم، فلا يجوز للإنسان أن يختص لنفسه بشيء من هذا المال، فإذا كان الإنسان محتاجا إلى شيء منه فليخبر من يتصدق له أو يتبرع له خصيصة، بمعنى أنه لا يأخذها خلسة وخفية من المتبرعين فيختص بها لنفسه حتى وإن كان محتاجا، فحاجته لا تسوغ له ذلك. فالذي أرى والله أعلم أن الأبرأ لذمتك ألا تأخذ شيئا من تبرعات الناس ولا شيئا من صدقات الناس، وإنما تعرض موضوعك مكتوبا إلى بعض المحسنين لعله يساعدك في شيء من المال الذي يسدد عنك وعن أبيك. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربتك وكربة والدك. وأما أن تأخذ تبرعات الناس وصدقاتهم على أنك سوف توصلها إلى المحتاجين ثم تختص بها لنفسك فهذا محرم لا يجوز، والله أعلم.